القرعة بجانب ان هي حطتك امام فرق قوية جدا في القارة الافريقية، هي حطتك كمان في اول مباراة مع نادي الزمالك في استاد القاهرة. هل الامر بالنسبة لكم هيكون صعب للغاية ام مستحيل؟ سؤال يعني محير شوية يا كريم. احنا انتوا لسه ما تعرفوش الفرق بتاعت موزمبيق قوية ازاي، مش هتفرق معانا كتير هنلعب فين، ولكن احنا هتفرق معانا ان احنا متدربين كويس، بنلعب تحت ضغط، بنلعب تحت جمهور، فطبعا حتى لو في فوز على الفريق بتاعي هيبقى الفوز صعب للزمالك ان هو يفوز، مش هيبقى سهل، وده انا ممكن اوعدك بده، وممكن نطلع كمان بعد الماتش سوا عشان خاطر افكرك بحاجه زي دي. هيبقى صعب جدا 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 ان هم يفوزونا. اعتقد ان لو احنا ما كسبناش هيبقى في تعادل، ولكن مش هيبقى في مكسب حتى عندهم في الارض في استاد القاهره في القاهره وسط جمهورهم. انا واثق من ده وواثق من لعيبتي. انا اسف ان انا بتكلم بثقه عاليه، ولكن انا واثق في لعيبتي كويس جدا، ودلوقتي انا مش طالع عشان اقول تصريحات تقلق لعيبتي، بالعكس انا طالع اقول ان لعيبتي جاهزه كويس جدا، وانا واثق من فرق الموزمبيق.